السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلسلة جديدة من سلاسل اللغة الفرنسية، الهدف منها تعلم قراءة كلمات باللغة الفرنسية. إذن أولا علينا التمكن من حروف اللغة الفرنسية. لالفابي 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 أ ب سي D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. علي أن أفرق بين حروف اللغة الفرنسية دي لتر كورسيف والتي نستعملها من أجل الكتابة، وبين حروف اللغة الفرنسية لي لتر ماجيسكول. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. إذن المطلوب مني الآن والهدف من هذا الفيديو هو التمكن أولاً من حروف اللغة الفرنسية. الألفابي أ أ أ ب ب ب س س C, D, 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 E, 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 F, 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 G, 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 H, H. H, je répète. A, B, C, D, E, F, G, H. I, 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 J, 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 K, 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 L. L, L, M, 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 N, 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 O, 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 P, 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 je répète, I, J, K, L, M, N, O,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.